تبسيط المساطر في إطار الإدارة الإلكترونية للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الحركي. تفضل السيد النائب. نسألكم السيدة الوزيرة عن الإجراءات المتخذة لتبسيط الإجراءات الإدارية التي يمكن من خلالها للمستفيدين طلب الوثائق وتتبع مسارها الرقمي في إطار الإدارة الإلكترونية. جواب السيدة الوزيرة. الصوت. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب، بغي نشكر السيد النائب المحترم على الاهتمام ديالو بهذا موضوع الإدارة الإلكترونية، الموضوع اللي عطاه النموذج التنموي الجديد أهمية كبيرة، لأنه هو اللي يقدر يوفر للمرتفقين خدمات سهلة وبسيطة وبلا ما يحتاج المواطن يتنقل. المغرب اليوم عنده القانون رقم 55/19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والحكومة والإدارات منخرطين اليوم كلهم في تنزيل هذا الورش المهم. المغرب الحمد لله عنده اليوم عدة الخدمات الإلكترونية اللي كتسمح للمرتفق على أنه يحصل على الوثائق بلا ما يتنقل. أنا أعطي فقط عدد الأمثلة اللي يمكن المغاربة ما تعرفوهمش كلهم ولا تعرفوا شي وحدين منهم. مثلا السجل العدلي، كان شحال هذه المواطن إلا بغى السجل العدلي خاصو يتنقل للمحكمة في المنطقة اللي هو تزاد فيها، اليوم تمكن له يطلبها بطريقة إلكترونية بلا ما يتنقل. عقد الازدياد أيضا المواطن يمكن له يطلبه عن بعد بلا ما يتنقل. تصميم الخرائطي، وثائق الملكية، مصادر التصدير والاستيراد بالنسبة للشركات كلها مرقمنة وقلصت آجال المعالجة بواحد الشكل كبير. وكنشكر من هذا المنبر الوزارات اللي منخرطة في هذا الورش كوزارة الداخلية والعدل والصناعة والتجارة الاقتصاد والمالية المحافظة العقارية، واليوم كما قلت لكم الإدارات كلها منخرطة في هذا الورش، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تتواكب هذا الورش بشكل عملي ودقيق. غير المغرب راه عنده واحد العدد كبير ديال المساطر، راه عندنا أكثر من 2500 مسطرة وحنا خدامين باش نبسطوها ونعالجوها لمصلحة المواطن. تعقيب السيدة النائبة. سألت سيد نائب، تفضلوا سيد نائب استسمع إلى جوابكم بإمعان، لكننا نعتبر بأن ما صرحتم به لا يعكس الواقع في هذا الواقع في شيء. ما نلاحظه اليوم هو بعض التأخر في هذا المجال، وهذا يعني أننا لا نبخس المجهودات التي تبذلونها. اليوم هناك العديد من المصالح التي تتعطل بسبب ضعف التغطية وصبيب الإنترنت، وهذا ما نلاحظه في المدن نفسها، فما بالك بالبوادي والجماعات القروية. السيدة الوزيرة، في الرقمنة وجدت من أجل تسريع الخدمات، ولكن إذا اتسمت هذه الخدمة بالبطء فهذا دليل أن هناك أشياء يجب الانكباب عليها. وهنا أركز على تعميم تغطية الإنترنت والتغطية الهاتفية لتمكين استعمال الحواسيب والهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية. وأنا غنعطيك السيدة الوزيرة بعض النماذج. عندنا من إقليم شيشاوة اللي تنمثلو أنا في قبة البرلمان، كاين عندنا جماعة إيروهالم. جماعة إيروهالم لو شيف ليو ديالها ما فيهش الإنترنت، ما فيهش التيل. هذه جماعة على أي رقم أنا غنهضر، جماعة لو شيف ليو ديالها ما فيهش الإنترنت، وصيفطنا لكم سؤالات كثيرة، هذا طلبات كثيرة للإنترنت. ناخذوا جماعات أخرى كجماعة عين الزيتون، جماعة جوي النحلية، أفليسن، واد البور، أي تحدي يوسف، لالا عزيزة، أداسيل، أسيف المال، إيمين دونيت، اللي عندهم واحد الصبيب قليل. وحيت عندهم الصبيب قليل لي زابيل دوفر تيمشيو تيديروهم في بلديات، لأنهم ما عندهمش لاكس انترنت، تيمشيو للبلديات باش يديروا هذا لي زابير لي زوفيرتور دابيل دوفر. على اي رقمنه تنهضروا؟ شكرا السيد النائب. هل هناك من تعقيب اضافي؟ السيده الوزيره فيما تبقى بعض الثواني. كاين واحد السؤال على التغطيه ديال الانترنت اللي غنداول فيه هذا الموضوع بدقات اكثر. شكرا السيده الوزيره.